خويا كبير وكان خالي هما اللي كانوا يعني مستكفلين بينا و كانوا لنا كاين تاني اخت ليك قريبه بزاف وعزيزه بزاف عليك هي اللي وقفت بزاف معاكم وهي اللي ضحت بالمستقبل تاعها من اجلكم. هي اللي وقفت معنا وكانت حبست الدراسه تاعها على جنب باش تما تكوننا في البيت وهي اللي كانت يعني قيمه بالبيت وبالعائله تاعنا. نظن باللي عندها فضل كبير عليا و عاوناتك باش نجحت. عاونتنا بزاف. عاونتني انا ومامطون ثاني كانت العائله تقدر تقول مثلنا العائله. ثم كانت كما نقولوا هي الاب وهي الام هي الام هي الاب هي تقدر تقول هي صح هي الفيدي تاع العائله. ايش يقولوا دوكا انت رجعت لها شويه لو كان من الخير اللي دارته؟ ولا تشوف روحك مازال تزيد لها اكثر؟ مازال هي صافي دوكا هي متزوجه وعندها الاولاد وكذا فهمت. مهما الصفه يعني قد ما يكون الخير اللي درته فينا امبوسيبل تقدر تقلب لها امبوسيبل. ايش دوكا هنا رانا براسك احنا رانا هنا في الحي تاعنا. وين كنتوا تلعبوا فوتبول؟ كنا نلعبوا من الفوتبول. هنا كاين تيرا؟ كاين من تحت شويه كنا نلعبوا. دوكا نروحوا نشوفوا التيرا عندك. هذا هو الحي تاعنا يعني حي مازالك ساكن هنا ولا؟ لا خلاص صافي عندي واحد 15 من رحلت منا. مازالك تريح فيه؟ دي فوا نجي دي فوا ماشي طول طون مي دي فوا. مي يبقاو ذكريات مليحه هنا باسكو هذا الشهر نتاع الحياه هذا هو احياء شعبيه وهنا خرجنا من احياء شعبيه نظن باللي الشهر نتاعها هنا. سعد كاينه حكايه ثانيه هنايا كي لحقنا البومرشي قلنا الشيخ المدربين ربي يرحمه كرمالي الله يرحمه كان صار لك مشكل معاه انت في الويفا ربي يرحمه كنت رميت المايو عليه ورحت مشكله. والافضل في هذه الحكايه قبل ما تحكيها لنا انت قالوا لنا ما كانش يدخل ربي يرحمه يدخل روطار للدار يخاف باش ما يتلاقى بيك زعما هكذايا. الحاجه الاولى هي انا تكلمنا عليها ديجا في حوايج في حصص وفي التلفزيون وفي الجريده نظن انها كانت غلطه تاع واحد جان ورياجيت معاه شويه انا ماشي مليح. واش ما كان السبب اكزاكتومون؟ هو كان سبب واحد وانا دخلت كنت جون دخلني انا بلاصون 5 مينوت عاود خرجت رياجيت معاه انا بارابور يعني اللي خرجني لعبت 5 مينوت عاود خرجني ولكن من بعد في لاكارير تاعي كونترار كنت نلاقي معاه شيخ مليح كان المدرب دربني في وفاق سطيف فريق وطني نظن باللي هذيك الحديثه مشات ويعني كان يقدرني ويعني يستعرف قدراتي والحمد لله يعني كانت علاقتي طيبه قبل ما يموت ربي يرحمه كانت علاقتي طيبه معاه الحمد لله. نحس من كلامك انك تعترف انها غلطه واحد شاب. لا هي كنت جان انا فين وقيلا 17 ولا 18 هذاك الوقت سي نورمال هذيك غلطه تاع واحد جان وشيخ ربي يرحمه يعني كانت عندي قصص معاه وريحت معاه وكنت مع فريق وطني مع وفاق سطيف الحمد لله يعني تما المرحوم ربي يرحمه كنت يعني في علاقه جد طيبه معاه. شكون المدرب اللي ما كنتش تفاهم معاه بزاف؟ تشوف انه ما كانش يساعدك في هكذا في الخدمه ولا في مثلا هما كاين ناس برك يتكلموا على بارح لي يقول لك باللي عقليته صعيبه شويه مع المدربين كامل تعاملت معاهم انا ماشي غير مدرب واحد ولا اثنين تعاملت مع مدربين في الجزائر كوكتار وتفاهمت معاهم وندرب ونلعب ما كان حتى مشكل. كاين بعض الناس كانوا يتهموا يقولوا انه بورحلي يحب ما كانش يدرب ويحب يلعب صحيحه هذه؟ لا هي ماشي ما ندربش ونحب نلعب لا هي كنت دي فوا راطي هكذا اون سيونس دونترينمون بار سيمان ما كنتش نقدر نونتريني اسبوع كامل بوتيتر ما نطيح شونفون هذه كنت راطي خطره هكذا وبروح لي كنت نقعد في البوندوتوش وكانوا ما كونفوكيونيش نورمال عادي. كنت تقبل؟ نتقبل انا جامي يعني صار لي مشكل مع مدربين هكذا يعني تاع على كوتي تكنيك يعني ما تلعبش ولا جامي يعني ما انا ما كنت جامي كي ما نلعبش جامي نقول لهم لا ما لعبش. ما ماجر؟ لا ماجر ماشي انا القصه بيني وبينه تاعتي انا ولا قصه تاع ديسيبلين انا وكنا حكينا عليها و واش ناقصها حقيقيا مع ماجر؟ راني حكيناها ديجا ونزيدو نعاودوها ماجر هذاك الوقت دار كما قال لكم عرفات مزور كان عند صرامه يعني في لا ديسيبلين وكنا احنا جينا شويه لوطال وتعاملنا شويه معامله
ما تليقش بينا رياجينا احنا ثاني خرجنا من المنتخب. كنت انت ومزاير؟ انا ومزاير. وكان كلام كثير على حول القضيه هذه، الناس حبوا يعرفوها. كان اللي يقول لك انه صابكم كيف، وكان اللي قال كل واحد واش قال. هذه السبب الرئيسي هو جينا شويه روطال، كان المعامله تاعو ماشي مليحه و لحقنا بلاصه اللي حي دوكا. انا في الحي تاعنا هذا هو حي بومرشي، احنا وين زدت هنايا غير هنايا. دوك نشوفوا الدار منا. السلام عليكم، لاباس بخير الحمد لله. هذا هو الحي تاعنا احنا. الدار وين راه، وين كانت يا سعد؟ كانت جوست اكوتي منا. هذا الشارع وين يسكن فيه رئيس النادي تاع وفاق سطيف حسن حمار دوكا، ديالو بريزيدون. كنا ولاد حومه وصراره غير منا واحد 200 متر. اتمنى نفهموا من لي لونطونت فراس كاع خرجوا منا من بومشي. فراس واحد 60% كامل خرجنا منا. واني قلت لك كاين لاعبين دي ديريجون، وكاين كاين دي جوار دي ديريجون، كاين كامل منا من حيث اللي جا من بومشي. راك راضي شويه على المشوار تاعك يوسف؟ لا انا راضي تمام الرضا على المشوار تاعو، حاجه ما ندم عليها. لعبنا كره قدم في نيفو شويه مليح، ونظن باللي لا كارير تاعي راضي عليها 100% وما عندي حتى حاجه ندم عليها. هنا زدت انايا، هذا هو الشارع اللي زدت فيه. هذا هو مسقط الراس. هذا هو مسقط الراس تاعنا. وهنا كنا نلعبوا كي كنا صغار. تاع الريقول هذه كانت هنا ولا تسوى البيت سرار؟ تسوى الدار سرار. هنا كنا نديروا لي بتي بيوت لهنا ولي بتي بيوت لهنا، ونلعبوا لعبوا 5 كونتر 5 6 كونتر 6. من بكري اتاكون ولا؟ من بكري عندي الهوايه تاع التسجيل، من بكري نلعب اتاكون من بكري. نعطوك تلعب المساحات؟ تما كان الاهداف تاعي، اهداف توعي اللي كنت سجلهم كامل كانوا يعني ديزاكسيون ماشي ضربه جزاء، وانما ثاني الانسان يتكلم ويهدر الحقيقه. ثاني كي واحد سجل ضربه جزاء تما وسجل هدف ماشي. يسعد من صبت راحتك بزاف في الوفاق ولا في الاتحاد العاصمه؟ والله لعبت شباب قسنطينه صبت راحتي، في الاتحاد العاصمه صبت راحتي، وفي وفاق سطيف ثاني هنا مسقط راسي ثاني. كي خصصنا اتحاد العاصمه ووفاق سطيف لانك لعبت بزاف في اتحاد العاصمه ووفاق سطيف. شباب قسنطينه جات بعد. جات هي تجربه وفاق سطيف، من بعد شباب قسنطينه، من بعد اتحاد العاصمه. وما دريت تروح اتحاد العاصمه؟ لماذا دايما هذاك اتحاد العاصمه وفاق سطيف؟ راك تعرف لا بريسيون دي فوا يكون واحد لاز لهنا، دي فوا يكون من هي، دي فوا في اليوسما، دي فوا في لونتونت. انا نظن باللي السر تاع هذه الفاي فيان باليوسما وفاق سطيف هو الواحد يكون على زون. يسعد مستواك الدراسي وين توقف؟ سنه 9 اساسي. ندمت شويه كي حبست في قرايه ولا؟ بون ندمنا بيان سور، تندم باسكو ما كانش حاجه كيما القرايه. ربي تما ما عطاناش منا وعطانا في كره القدم. سببك كره القدم ولا انت من الاول ما كنتش؟ لا انا كنت نقرا مليح شويه. اسبابي السبب الرئيسي هو كره القدم. كنت تحبها وبون وقتاش تقرا؟ كنا كانت الكره ديما في المحفظه، وين يعطينا غير الوقت شويه وفيد نلعبوا كره قدم. كنت تقرا غير هنا ولا المسجد؟ كنت نقرا غير هنا شويه واحد الكاس. روحوا فكروك شويه في المسجد اللي قريت فيه. هاي انت كول عربي، روحوا فكروك شويه. شوفوا تاع نشوفوك مع ولاد الحومه. ولاد الحومه تاعنا على ود كارتينا تربى معنا. نا كبرنا هنا كبرنا مع بعض. واش تقدر تقول لنا عليها وايد؟ ملي كان يسعد يلعب كان تاع الرواق هذا. انا حكينا لك حنا على الريقوله ونزيدوا نهضروا تاع الرواق تاع بالبره تاع. كنا نلعبوا لهنا، وكنا ديفوا نلعبوا على دراهم ديفوا. كنا صغار وباش تكون لومبيونس وتكون شحنه اكثر. هذا هو الشارع اللي كنا نلعبوا فيه، ومنا يعني منا خرجت. منا خرجت ما كانوش يوقعوا لك مشاكل هكذا؟ انت كنت تعرف تلعب بالون، ما كانوش هكذا ديزيكيب يحبوا يدوك بالسيف معاهم ولا؟ لا كنا نلعبوا، كانوا شويه كبار علينا، كانوا يحبوا يجيو باش نروح نلعب معاهم. الحمد لله تما مني كنت صغير واحد كان عنده امكانيات وربي وفقني باش. يسعد صح، انا رحت لونطرين لا بريمير فوا ما كانش عندك شويه تفوت؟ ما عنديش. انا رحت اول مره تدريب ما عنديش، ما شفيتش. هذاك الوقت كان واحد عطاني سولي، والله ماني شافع عليه، هو اللي عطاني سولي باش رحت درت به لي زيسي كيما يقولوا. وسولي اللي عطاني كان كبير عليا شويه. كنت امن هذاك قبل حتى توصل سينيور وتلعب في لوسما، تلعب في لونطون، تلعب في السياسي، تلعب في المنتخب الوطني؟ اسم كبير. شوف، هي اول حاجه هو الغيبي عن المغلى عز وجل. هي الحاجه الاولى للانسان دارها، سيكو احنا سببنا
وربي سبحانه هو اللي عاونه. كنت عندك الاراده هي من بعد كي لحقت اونكادي جينيور من بعد حسيت بلي عندي امكانيات باش نلعب في وفاق سطيف وعندي امكانيات باش نمشي بعيد، ولكن انا قلت لك توفيق ما وتسير تاع الله عز وجل، يعني ربي سبحانه اعطى نحنا حاجه ومدنا حاجه الحمد لله. لي كارتي بوبولير توجور يخرجوا لي دي بون جوار، علاش هذه؟ شورتو ماشي غير هنا في سطيف. شوف يا وين شوف وين تلقى كما يقولوا كارتي بوبولير، تلقى فقراء، تلقى الفقر، ديما تلقاهم عطشانين باش يلعبوا، ديما عطشانين باش يحققوا نتائج، ديما باش يخرجوا روحهم من الازمه اللي راهم فيها. لا اسمح لي، لا بلي بار تاع لي جوار اللي نجحوا في الفوتبول سيدي جوار بوفر. وكاع خرجوا من الكارتي بوبولير. كاع من الكارتي بوبولير وسيدي جوار بوفر، تسمى علاش الواحد مرفه ما ينجحش في الفوتبول؟ باسكو عنده امكانيات كامله، يعني لي مويان كامل عنده. واحد بوفر تلقى ما عندوش امكانيات، يحاول يسعى ومعاونه تاع ربي سبحانه تخليك تدفعك باش تنجح في حياتك. تقصد انه الاموال هي اللي توجور تدفع الواحد كيكون شويه زوالي، يحب مثلا يحسن معيشته، هذاك تحسين المعيشه هو اللي خلق لاعب كبير؟ بون هي من سبب من الاسباب. الانسان كي تشوف واحد بوفر تلقاه ديما يتعب اكثر، ديما يخدم اكثر باش ينجح. وهذه في كل المجالات ماشي في كل القدم. في كل المجالات، في كل المجالات خاصة في كرة القدم. خاصة في كرة، يعني في الرياضة، خاصة في الرياضة، يعني كرة قدم يعني بنسبة كبيرة 90% تلقى لي بوفر هما اللي ينجحوا في كرة القدم. يسعد انت ما قريتش، ولادك راهم قدامنا. لا يا حاج. لهم الفوتبول ولا لا؟ لا الدراسة هي الأولى. الحمد لله يعني موفقين بين الدراسة وموفقين بين المسجد ثاني يقراوا في القرآن في المسجد. ويلعبوا ثاني كرة قدم. وراه فيهم لافونسوتر هذا هو. هذا ياسر عبد القادر هذا يلعب، كان يلعب في وفاق سطيف ودوكا في الأكاديمي. هو يلعب أتاكون ويلعب غوشي. إن شاء الله ينجح في الدراسة تاعه أولا ومن بعد إن شاء الله. راكم وفر لهم كاع الإمكانيات. بالك هما ما عاشوش واش عشت أنت. الشيء اللي ما عشناش احنا إن شاء الله ننسيه ونعطيه لهم أكثر من اللي عشناه. احنا ما نبروفيتي ثاني نكملوا طريقنا نروحوا نشوفوا المسجد اللي قريت فيه. هيا تفضلوا. هيا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام خونا. رحيم لاباس. الحمد لله خويا. السلام عليكم. الله يسلمك. يا واش يا دا وهذا واشي ديجا الفنان الحاج عيسى بو